الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاد الاهلي. كل سنه وحضرتك طيبين. النهارده بنحتفل غدا 44 سنه على ذكرى نصر اكتوبر العظيم. بصراحه موضوع حرب اكتوبر بالنسبه لناس كتير جدا هو عباره عن ضربه جويه وموضوع سهل والموضوع خلص وبسرعه وخدنا الارض واستعدنا، ولا كان دوله كانت بتعاني من هزيمه كبيره جدا ولكن عادت مره اخرى واستعادت تكوينها واستعادت هيبتها وغيرت خريطه الشرق الاوسط. حرب اكتوبر دي غيرت خريطه الشرق الاوسط وخريطه العالم في حاجات كتير جدا، من ناحيه الجغرافيه والناحيه السياسيه ومن ناحيه الايديولوجيه. انك ازاي بعد هزيمه 6 او 5 يونيو في 67 ازاي ترجع مره تانية بهذا الشكل، ازاي تعدل امورك. الناس بتشوف حرب اكتوبر على العبور، ويوم 6 اكتوبر ابتدت الحرب وانتهت بعديها في هذه الفتره فتره اكتوبر وخلاص. الموضوع اكبر من كده بكتير، ولما تيجي تقرا وتشوف التاريخ وتشوف هم نفسهم في اسرائيل كان كيف يتحدثون عن حرب اكتوبر تلاقي ان في حاجات كتير جدا احنا مش واخدين بالنا وازاي قدرنا نعملها كمصريين. صراحه تحيه وربنا يرحم كل شهدائنا اللي كانوا موجودين في هذا التوقيت. وانا عايز اقول ان الجيش والشعب هم أصحاب الانتصار. عزيمة الشعب المصري والإيمان والعقيدة والتوحد على هدف واحد، استعادة الأرض وتحرير سيناء، ده كان هدف الدولة المصرية كجيش وكشعب وكقيادة سياسية. تغيرت من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجاء الرئيس أنور السادات مكبلا بالعديد من القيود، من جبهة داخلية وجبهة خارجية، وإزاي أرجع سيناء مرة أخرى وانتصار عسكري. وحتى يعني تغيرت القيادة العسكرية والفكر العسكري في هذا التوقيت. ابتدى حرب أكتوبر من أول معركة راس العش بعد هزيمة 5 يونيو بشهور قليلة، وده هنا ابتدت الشرارة اللي تيجي للجيش المصري والشعب المصري، انك انت تقدر تواجه عدو معاه هالة إعلامية، معاه تفوق تكنولوجي، معاه تفوق اقتصادي رهيب جدا، انك ازاي تقدر ان انت تواجهه، بل بالعكس تنتصر عليه. 35 واحد من افراد الصاعقة كانوا في مكان قرب بورسعيد اللي هي معركة راس العش. لواء كامل اسرائيلي لم يستطع الدخول، بل بالعكس كبدوه خسائر، كبدوا الدعم بتاعه خسائر، فاضطر بكل آلاته وهالاته العسكرية وتفوقه التكنولوجي 35 واحد من قوات الصاعقة من رجالة مصر بجد، اللي في منهم دلوقتي بيقاتل في سيناء، اللي في منهم دلوقتي بيحارب الإرهاب، كان أجدادنا موجودين في معركة راس العش وعلى الجبهة المصرية اللي بعد 5 يونيو الجيش المصري تماما تغير فكره واستراتيجياته. كان في تفوق عسكري كبير جدا من ناحية القوات الجوية بالنسبة للعدو الإسرائيلي، وده كان محجم الجيش المصري. الرئيس عبد الناصر الصراحة يحسب له أن بعد الهزيمة ابتدى يفكر في كيفية بناء القوات المسلحة المصرية من جديد على الأسس الحديثة. للأسف كان في بعض الأمور، وإحنا مش هنتكلم على موضوع الهزيمة، ولكن أنت لازم لما يحصل هزيمة تعرف أنت إيه اللي حصل عشان تقدر تصلح المشاكل اللي عندك. وده ابتدى صراحة رئيس جمال عبد الناصر ان في بعض من القيادات الكبيره جدا اللي راحت تتعلم في الاتحاد السوفيتي تم تعيينهم كسفره، يعني دي الناس اللي هتحارب، فانت رايح توديهم الاتحاد السوفيتي عشان يتعلموا، وبعدين جيت عينتهم سفره. ده كان برضو من احد الاسباب، ولكن تغيرت الامور تماما وجاء وفاه الرئيس جمال عبد الناصر وفي شهداء. يعني انت عندك الشهيد عبد المنعم رياض قائد جبهه وقائد قوات ورئيس اركان بيستشهد على الجبهه، ف ابتدت يبقى في تلاحم ما بين العساكر وبين القاده، ابتدى يبقى في الجيل الجديد. والجيل الجديد طبعا ربنا يرحم سياده اللواء سعد الدين الشاذلي رئيس الاركان القوات المسلحه المصريه، اللي يحسب للرئيس السادات انه حينما كان يستمع للاصوات احنا ازاي هنحرر سينا، استمع لصوت جديد، صوت من الشباب، صوت من القاده، من القاده اللي تمرسوا جدا في القوات المسلحه، راجل في الصاعقه وفي المظلات وعدى على كذا سلاح وعنده فكر عسكري جديد، تعلم من اللي كان بيحصل في العالم في هذا التوقيت، وابتدى يشكل لك طريقه جديده وخطه
كانت الخطة العبور ابتدت يتم تحضيرها من قبل تحرير مصر اكتوبر 73 منذ سنوات. كان في خطة ان انت تعمل انتصار كاسح وتطرد العدو الاسرائيلي تماما من سيناء، وفي خطة ان انت ازاي تعبر، لان الناس مش فاهمة ازاي انت تعبر وامامك جبهة 110 كيلو انت مكشوف فيها قدام العدو بتاعك، عنده أقمار صناعية وعنده تفوق في السلاح الجوي. وصراحة يحسب للرئيس الراحل محمد حسني مبارك أنه لما دخل وما سبقوه صراحة من قادة القوات الجوية في إعادة بناء القوات الجوية اللي كانت دمرت تماما أو شبه تماما في هزيمة 67، إزاي تعود مرة تانية؟ تلاحم شعب كبير جدا ما بين الشعب وما بين القيادات سواء في السياسة سواء في الجيش. ابتدت يعني الجيش لما قال انا محتاج متطوعين يجيله زيادة، فهنا الشعب المصري لما بيتحط فيه الضغوط وما بيتحط فيه المشاكل حينما يتوحد بيقهر المستحيل. انت بتقابل حاجات كل الخبراء العسكريين حتى الخبراء الروس لما كانوا بيستطلعوا اراء كده، القياده السياسيه في مصر والعسكريه بيستطلعوا اراء يقول لك لا انت مش هتعرفوا تعبروا، مش هتعرفوا تكسبوا، لسه الاسرائيليين متفوقين عليكم فانتوا بعيد عن الانتصار. كل الخبراء العسكريين حتى الخبراء الامريكان قالوا الجيش المصري لا يستطيع، كل العالم قال الجيش المصري لا يستطيع الا المصريين بس. تخيل الشعب المصري بس هو قال لا احنا نقدر، نقدر نعمل اللي الناس كلها بتقول عليه مستحيل. لما يكون عندك إيمان وعندك عقيدة بالله سبحانه وتعالى وعندك كوادر وعندك سواعد قوية وعندك ثقة في ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده الفارق ما بين الجند المصري وأي جند تاني، إن ما عندوش أي مشكلة إن هو يستشهد عشان خاطر بلده وعشان خاطر يحرر وعشان خاطر يعمل المستحيل. المستحيل إن أنت في تاريخ العالم العسكري من كل الحروب اللي في العصر الحديث ما فيش حد عنده مانع مائي زي قناة السويس، وبعد كده عندك الساتر الرملي، شوف بقى كام متر، 30 متر يعني عمارة قدامك، وخط برليف بكل الحصون ديت، ازاي تقدر تعدي وتخش؟ يعني حتى في فيديوهات تقرا منها او تشوف وتسمع شارون نفسه بيقول لك احنا مش قادرين نوقف المصريين، ما كناش قادرين نوقف، ولولا التدخلات الكبيرة جدا دوليا كانت هزيمة الجيش المصري تبقى اكبر من كده اضعاف اضعاف. هرجع تاني واقول كل سنة وحضراتكم طيبين، نموذج لحرب اكتوبر ازاي نتعلم منه كشباب، شباب كتير جدا من اللي طالع ما عندوش للاسف كل المعلومات الكافيه عن ازاي مصر استعادت نفسها من 67 ل 73، وهو ده انتصار اكتوبر المجيد اللي لازم اجيال ورا اجيال يتعلموا. وانا بناشد الصراحه المسؤولين في القوات المسلحه ان يتم يعني عمل فيديوهات وعمل افلام مؤرخه موثقه يجيبوا في استعرض فيها كل بطولات الجيش المصري، لان الجيش المصري في هذا التوقيت ما كانش قوات جويه بس، كان في دفاع جوي، كان في مشاه ومدرعات ومدفعيه، كل الجوانب وصاعقه ومظلات، كل دول عملوا بطولات في منتهى يعني الحاجات الاعجازيه. في حاجات يعني جندي بيجيب صائد الدبابات اللي جاب كام دبابه، في بطولات وتواريخ وافلام، واتمنى ان حتى يبتدي يبقى في افلام كتيره جديده في السينما المصريه تتحدث عن انتصارات اكتوبر. عندكم معارك يعني من هنا لكام سنه لو قعدتوا مع الساده المحاربين القدماء هتعرفوا حاجات وهتعرفوا كل قصه شعرك يقف وانت بتسمعها. ازاي الكلام ده بيحصل؟ ازاي احنا ما نعرفش؟ فنتمنى ان الكلام ده يوصل للجيل الجديد. ودي كانت حاجه مهمه جدا، ما اقدرش ابتدي حلقتي يوم 5 اكتوبر ولا اتحدث على هذا النصر الكبير، النصر اللي غير خريطة العالم. وشوف سيادة الرئيس لما دخل الكنيسة في إسرائيل، عايز تعرف حرب أكتوبر بص رد فعل موسى ديان في هذا الفيديو، بص رئيس السادات لما بيقول ان كل بقى الغطرسة الجيش الذي لا يهمن تحطم في 73، شوف موسى ديان كده وهو بيرمي السماعة اللي فيها الترجمة، رد فعله هو بيبان يعني ايه حرب. عايز تعرف الحرب للأسف شوف رد فعل العدو الإسرائيلي بيتحدث إزاي عن حرب أكتوبر حتى الآن. ناخد حضراتكم ليه الكرة وناخد حضراتكم ليه النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي استكمل تدريباته استعدادا للقاء، طبعا انت عندك ماتش ودي يوم السبت المقبل امام اف سي مصر، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم 12 اكتوبر المقبل، وكل ده في اطار ايضا استعدادات النادي الاهلي لمواجهه النجم الساحلي في دور الاياب من دوري ابطال افريقيا بعد التاخر بهدفين مقابل هدف في سوسه. النهارده انتظم
عماد متعب واحمد حمودي لاعبي فريق النادي الاهلي بعد غيابهم امبارح، اعتذروا لظروف خاصه، وكان وليد سليمان ايضا والمغربي وليد ازارو اللي يعني يا دوبك وصل فجر اليوم الى القاهره ما دخلوش الا تمرين. وليد برضو عنده تجهيز بدني لانه كان بيعاني ببعض المشاكل في الركبه، ولكن ان شاء الله يكون جاهز مع بقيه الفريق. المعد البدني انيس الشعلالي اللي هفضل يعني الراجل دوت اديله كل شويه اشاده لانه قايم بدور غير طبيعي، خاصه في تلاحم الموسم اللي كان لا ينتهي السيزون اللي فات، وحتى الان بيعمل ادوار صراحه يعني على اعلى مستوى. قاد هو التمرين بفقره بدنيه في بدايه التمرين، وبعد كده اشتغل الجهاز الفني على بعض الجمل التكتيكيه والكرات العرضيه، واحمد رمضان بيكهام واحمد ياسر ريان عملوا شويه تدريبات بدنيه واستشفائيه، لان هيبتدوا يخشوا في ذهن الجهاز الفني النادي الاهلي، لان انت في ماتش اف سي مصر كل اللعيبه الذي لا تشارك بشكل كبير جدا هتاخد فرصه في هذا اللقاء. ايضا عايز اطمن جماهير النادي الاهلي ان هشام محمد لاعب طبعا وسط الملعب النادي الاهلي اللي كان اصيب صراحه بكسر في الكف في لقاء النجم الساحلي، ودي من الحاجات اللي عربت الدنيا على الكابتن حسام البدري داخل المباراه ايضا كثره الاصابات. هو بيلعب بجبيره وهيبتدي يخش تدريبات استشفائيه في الجيم، ومن الوارد ان يكون جاهز قبل لقاء العوده امام النجم الساحلي. هشام من اللعيبه المميزه جدا، عنده امكانيات ابن النادي الاهلي متاسس صح، يقدر يحارب الضغوط اللي موجوده عليه في هذه الفتره، ان انت جاي مكان لعيب كبير جدا زي حسام غالي وبتحاول انك تملى فراغ، بل بالعكس تبدع وتطلع اكثر من الموجود. ده ايضا كان في اطار تدريبات اليوم. ايضا الكابتن حسام البدري النهارده طلع بتصريحات بيتحدث عن مواجهه الكونغو والنصائح اللي بيديها للاعيبه منتخب مصر ككل. كابتن حسام البدري برضو من الخبرات الكبيره جدا في الكره المصريه، ادى نصائح للاعيبه النادي الاهلي انضمت وايضا باقي اللاعبين انه ما تستهونش بفريق الكونغو، لازم نديله حقه ولازم نلعب وعندنا حلم وطموحات الى 100 مليون مصري انه تقدر منتخب مصر يتفوق على الكونغو ويذهب الى كاس العالم. ايضا نفس الشيء كان كابتن حسام البدري مستريح على حاله عبد الله السعيد الى حد ما، اللي الكشف الطبي والاشاعه اللي اجريت عليه في الامس، وفي فحص طبي النهارده كمان على عبد الله السعيد عشان مدى درجة استشفائه، لأن كان بيعاني في شد في العضلة الخلفية، وده ريح كابتن حسام البدري. ولكن برضو كابتن حسام البدري عمل تصريح مهم جدا وقال لك أنا عندي بدائل كتير جدا للفريق ومستعد لأي غياب، في أحمد فتحي هيغيب للحصول على إنذارين، وأيضا الإصابات اللي تحدثنا عنها مع حضراتكم، ولكن كابتن حسام البدري في تصريح مهم جدا قال إن أنا عندي بدلة وفي الفترة المقبلة هحرص على تجهيز البدائل والحلول عشان تعويض الغيابات اللي موجود داخل الفريق، وهنافس بكل قوة على كل البطولات. مدير أمن اسكندرية بتفقد بيع التذاكر لقاء مصر والكونغو اليوم، سيادة اللواء مصطفى النمر مدير أمن اسكندرية قال اللي في متابعة لشباك تذاكر مباراة منتخب مصر والكونغو اللي إن شاء الله هتكون يوم الأحد في برج العرب، والمنتخب بيستمر في تمرينه اليوم استعدادا لمواجهة الكونغو، والنني بيطلع بتصريح يقول لك احنا ان شاء الله هنصعد للمونديال. عبد الله السعيد امبارح طلع تصريح قال لك احنا واثقين في التأهل، محمد صلاح، وكل دي الصراحة تصريحات تفاؤلية. المنتخب يحتاج إلى التحفيز، واللعيبة حاسة بنبض الشارع، نبض الجمهور، حتى المحترفين 15 محترف سواء اللي موجودين في أوروبا أو اللي موجودين في السعودية، كل التصريحات متشابهة إن احنا عايزين نصعد للمونديال، عايزين نفرح الجمهور وعايزين نحقق حلم ال 100 مليون. ده كان ابرز التصريحات. ايضا عايز اقول لحضراتكم للقاء صراحه كان كل العرب بيتفرجوا عليه النهارده، هو لقاء منتخب سوريا امام استراليا في الملحق لتصفيات كاس العالم، واللي هيصعد من هذا الملحق هيواجه فرقه من امريكا الشماليه عشان يعمل معاها ملحق اخر، واللي هيفوز بهذا الملحق هيذهب الى كاس العالم. صراحه سوريا بتقدم نموذج في ظل الأوضاع السياسية اللي موجودة فيها، ولكن منتخب سوريا هو من يوحد الشعب السوري، ودي حاجة
مهمة جدا، ان كرة القدم في بعض الاوقات بيبقى ليها دور انها توحد الشعوب وتوحد شعب سوريا. النهاردة امام منتخب استراليا، واحد من اكبر المنتخبات في قارة اسيا، لعبوا في ماليزيا، كنا نتمنى ان هذا اللقاء لانه ارض سوريا يكون في ارض عربية، لانك هتلاقي بقى كل الاستاد متقفل كله دعم للمنتخب السوري، ولكن تعادل المنتخب السوري مع المنتخب الاسترالي، وده هيبقى صعب عليه في لقاء العودة اللي هيقام في اكيد يا في سيدني يا في ملبورن في استراليا، ولكن إن شاء الله روح وإصرار وعزيمة الشعب السوري تظهر في هذا المنتخب ويقدم هدية لكل الشعب العربي في هذا اللقاء. ده كان آخر كلامي وأخباري اليوم. صراحة أنا هطلع فاصل وهستقبل اثنين من يعني الناس اللي طول عمرك تتربى على طريقة أدائهم الإعلامي وتسمعهم سواء في الراديو وتشوفهم سواء في التلفزيون، طبعا الأستاذ حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية وواحد برضو من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والأستاذة نجلاء عبد البر في إذاعة الشرق الأوسط، واحدة من الأصوات اللي كلنا تربينا عليها سواء في جيلي، جيل اللي اتولد في الثمانينات والشباب والرياضة، وكان ليها ما شاء الله حاجات جميلة جدا كلنا كنا بنستمتع بيهم. أطلع فاصل وأستضيفهم وهيبقى عندنا حوار مهم جدا عن الإعلام وكيفية التداول، ما تروحوش بعيد، نادي الأهلي حديث.